أهلا يا أطفال، إنه الليل، حان وقت النوم، ليلة هانئة مع كل الحب. أحلام حلوة، ليلة سعيدة لك يا عزيزي. أحلام حلوة، ليلة سعيدة لك مع حبي. حلق في الفضاء بين ذراعي الليلة، تعال حبيبي وانا. أحلام حلوة، ليلة سعيدة لك يا عزيزي. أحلام حلوة، ليلة سعيدة لك مع حبي. حلق في الفضاء بين ذراعي الليلة، تعال حبيبي وانا. نوما سعيدا من القطار بوب. أهلا يا أطفال، هذه الأغنية أغنيها وأنا وحيدا بعيدا وخائفا قليلا. وصلت للبحر، قطعت الطريق، مشيت صحاري، وجدت المريق. لن أقف أبدا ولن أستسلم، سأمشي في الدرب مهما كان عسير. نجري نجري نجري، فالقطار في الطريق نجري، في الأمطار في الأعصار في الجالي. نجري نجري نجري. عندما تشعر بالحزن تذكر اليوم مجرد لحظة في العمر، وسيأتي فجر جديد ينير لك الطريق. الظلام كثيف لكنها ستضاء، سأعافر مهما كان بالقوة والحماس. لن أقف أبدا، لن أستسلم، سأكمل السعي مهما كان صعب. نجري نجري نجري، فالقطار في الطريق نجري، في الأمطار في الأعصار في الجالي. نجري نجري نجري. لماذا نخاف؟ أمن المجهول؟ لكن تذكر، ما لا نعرفه اليوم سيبدو مألوفاً غداً. يمكن رؤية كل شيء، والهواء يلمسني، الحياة جميلة والخوف مميت. لن أسمح للخوف أن يقيدني، سأرحب بالغد وإشراقة الأمل. نجري نجري نجري، فالقطار في الطريق نجري، في الأمطار في الأعصار في الجالي. نجري نجري نجري. أبدا لا تدع الخوف يسيطر عليك، فقد تذكر كلام القطار بوب. أهلا بكم يا أطفال، إنه لأمر ممتع أن يكون لديك أفضل الأصدقاء، على الرغم من أنهم يكونون مزعجين في بعض الأحيان. رأى كون لك صديقا إن كان جيد أو سيء، رأى كون لك صديقا في الفرح أو في الحزن، رأى كون لك صديقا إن كان جيد أو سيء، رع كون لك صديقا في الفرح أو في الحزن. إيه
يسرق الحلوى من صندوقك الخاص، يستعير الألعاب من الإكس بوكس. أفضل صديق صديق صديق، أفضل صديق يوقعك في مشكلة مع معلمك، يقدم نصيحة كأنه واعظ. أفضل صديق صديق صديق، أفضل صديق رعى كون لك صديقا إن كان جيد أو سيء، رعى كون لك صديقا في الفرح أو في الحزن، رعى كون لك صديقا إن كان جيد أو سيء، رعى كون لك صديقا في الفرح أو في الحزن. يكون هو الخاسر في كل مباراة، إذا كسر شيئاً هو من سيلومك. أفضل صديق صديق صديق، أفضل صديق نأكل البيتزا ياخد قطعة كبيرة، يأخذ الكاتشب والجبنة والمشروب. أفضل صديق صديق صديق، أفضل صديق رعى كون لك صديقا إن كان جيد أو سيء، رعى كون لك صديقا في الفرح أو في الحزن، رعى كون لك صديقا إن كان جيد أو سيء، رعى كون لك صديقا في الفرح أو في الحزن. أهلاً يا أطفال، هل تريدون رؤية عالم المحيطات المذهل ثم القفز مع الفطار بوب؟ ولا تنسوا إحضار أقنعة التنفس الخاصة بكم. هيا ننزل عبر الأمواج إلى الماء، نسبح هنا وهناك عبر البحر الكبير، شاهد الأسماك تقفز فلتتمنى أمنية، يا له من وقت ممتع وجميل. شاهد أسماك القرش تسبح في أقواس، وأيضا الثعابين في دوائر، الحبار مع قنديل البحر الغلام في عالم البحر الرؤية. هناك العديد من الأنشطة الترفيهية تحت سطح البحر، دعونا نرى ما هي. القي نظرة عبر الكهف في جولة فرس البحر، اقفز جانب الشعاب المرجانية مع بوب، وقد تكتشف لؤلؤة في صدفة جميلة والكثير من الأشياء الرائعة. شاهد أسماك القرش تسبح في أقواس، وأيضا الثعابين في دوائر، الحبار مع قنديل البحر الغلام في عالم البحر الرؤية. وهناك الكثير من الحكايات الممتعة التي يمكن أن تخبرك بها المحيطات، ما عليك سوى الإنصات وستسمعهم جميعاً. اسبح مع الحيتان تغني حكايات عظيمة، مدن البحار مصنوعة من حراشف ذهبية، حيث يسبح الملوك مع حرية البحر والقطرات على القضبان العائمات. شاهد أسماك القرش تسبح في أقواس، وأيضا الثعابين في دوائر، الحبار مع قنديل البحر الغلام في عالم البحر الرؤية. كانت هذه مغامرة ممتعة ورائعة،
بل تعودوا قريبا واستمتعوا بالعديد من المغامرات مع القطار بوب.